السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي الأطفال أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساكم وحياكم الله في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الرمضاني والذي سيطل عليكم طيلة الشهر الفضيل من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية ظهرا مع المسابقات واللعب والجوائز، فأهلا وسهلا بكم. أهلا بكم أصدقائي الأطفال أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجنا وفي حلقة جديدة. طبعا أمس كان احتفال قرنقشة، وأتمنى أنكم تشاركونا كيف احتفلتوا بالقرنقشة وتخبرونا، يعني أكيد كل حد له بصمته الخاصة وطعم خاص في الاحتفال. طبعا نرحب بجميع الزملاء الموجودين معنا في الاستديو. مساء الخير يا عبد الله. كرام أصدقائي الأطفال، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصداف وأهداف، وأتمنى أن تستفيدوا من المعلومات التي سنقدمها لكم، فأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك يا عبد الله، وأهلا وسهلا بك يا عزان. أهلا وسهلا بك يا أمجاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين إخواني الأطفال في برنامجكم اليومي أصداف وأهداف، ونتمنى لكم التوفيق في هذه الحلقة. أهلا وسهلا بك يا عزان، وأيضا نرحب بجميع زميلاتنا الموجودات معنا في الاستديو. مساء الخير يا مروة. مساء الخير يا أمجاد، مساء التفاؤل والأمل لأصدقاء الأطفال. مشاهدين الكرام، أسعد الله مساءكم، ونتمنى لكم أطيب الأوقات معنا ومع شيخة بكل تأكيد، وفي برنامجنا الجميل أصداف وأهداف. أهلا وسهلا بك يا مروة، وأيضا نرحب بميثاء. مساء الخير يا ميثاء. مساء المحبة، مساء الابتسامة، مساء الأمل وروح التفاؤل. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا الأطفال في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامج جميع الأطفال أصداف وأهداف. شكرا شيخة. كن في الحياة كالمصور المحترف، دائما ما ينقل الصورة للآخرين من الزاوية الأجمل. انظر للناس بعدسة صافية ومن خلال الزوايا الجميلة. حلوة، عبارة جدا جدا رائعة. شكرا على هذه العبارات اللي دائما كذا احنا نستفتح بها حلقتنا، فعلا عبارات جدا جدا جميلة. احنا سلمنا على كل اللي موجودين معانا في الاستديو. بقت شواخ شيخة. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخة؟ أنا بخير. شيخة بعدها في بدية وبعدها في البر، حلو يعني تنوع، مرة في الخريف مرة في البحر. راحت قرنقشة شيخة؟ أكيد راحت، جد زارتنا الاستديو. لا لا لا. ليش ما رحتي؟ واحنا راح نعطيها هدية عشان ما تزعل، بما ان هي بعدها يعني عاجبينها كذا اجواء البر في الجية. اخذت هديتها امس وراحت. هي امس صح قبل الحلقة شلت الهدية وراحت، بس يلا ما عليه، شي هدايا ثانية ان شاء الله راح نعطيها اياها. اذا
ارحب بكم جميعا اصدقاء الاطفال، ورحب بجميع زملائنا الموجودين معنا في الاستديو، ونرحب بمشاركاتكم معنا. طبعا طريقه المشاركه معنا في البرنامج هي عن طريق رساله نصيه بكلمه اصداف الى الارقام اللي راح نعرضها بعد شويه. لما ترسل رساله راح ياتيكم سؤال، اذا جاوبت عليه بطريقه صحيحه راح يدخل اسمكم في جهاز الحاسب الالي، وراح تكونوا مرشحين للمشاركه في مسابقات البرنامج، وايضا لدخول السحب اليومي على 300 ريال عماني مقسمة على 3 فائزين، لكل فائز 100 ريال عماني السحب الذي نجريه في نهاية كل حلقة. نشوف الأرقام وبعدها إن شاء الله راح نبدأ مسابقاتنا، خليكم معانا ولا تروحوا. هيا هيا هيا. بكم أصدقائي الأطفال مرة أخرى، شفنا مع بعض طبعا الأرقام. أتمنى أنكم من الحين كذا تبدوا ترسلوا الرسائل عشان طبعا تفوزوا معنا وتشاركوا معنا في مسابقات البرنامج، وكل مرة رسلتوا أكثر تضاعفت فرصكم في المشاركة والفوز. والحين نقول بسم الله وناخذ أولى مكالماتنا لحلقة اليوم. السلام عليكم، من معنا؟ سعيد. كيف حالك يا سعيد؟ بخير. من وين تكلمنا؟ من عمان. من عمان؟ سعيد يا هلا فيك يا سعيد. سعيد كيف احتفلت امس بالقرنقشة؟ حلو. حلو كان؟ حلو. حصلت فلوس وحلاوة وشاكليت وهدايا؟ اها. ما بتعطينا زي شيء منهم؟ ها؟ لا. لا؟ لا. كل حالك؟ ليش بخيل انت يا سعيد؟ ولا انت حصلت شوية اساسا؟ شوية زين. يلا إذا شوية خليهم لك. شيخة زعلت لأنك ما راح تعطينا أساسا، لو أعطتني أنا ما بعطي شيخة. تعطي شيخة؟ شوية طش عن فؤادها. تعطيها هدية؟ أيوة أيوة أيوة. خلاص شيخة شيخة فرحت. يلا نشوف إيش راح تختار لك يا سعيد. عاد شيخة هل هلا فيه راح يعطيك هدية. يلا ايش راح تختار لسعيد؟ اختارت لك مسابقة الحصين، تعرف المسابقة؟ اها. انزين يلا راح نعطيك المعلومة الأولى عند عبد الله، يلا يا عبد الله. المعلومة يا سعيد هي الليث من أسماء الجمل. الليث من أسماء الجمل، المعلومة الثانية؟ والمعلومة الثانية الليث من أسماء الأفعى. الليث من أسماء الأفعى، المعلومة الثالثة عند مروة. أما المعلومة اللي معايا يا صديقي سعيد، وركز معايا يا صديقي، الليث من أسماء الأسد. الليث من أسماء الأسد، آخر معلومة عند ميثاء. وآخر معلومة معايا يا صديقي، الليث من أسماء السيوف. الليث من أسماء السيوف، هذه هي المعلومات. عندك الوقت وفكر وعطينا المعلومة الصحيحة يا سعيد. من أسماء الأسد. ايش المعلومة؟ من اسماء الاسد. من اسماء الاسد؟ ايوه. يعني لما نقول ليث احنا نقصد اسد مثلا، صح يعني؟ صح. أيوة. عزان شو رايك باجابته؟ اجابته ممتازة. ممتازة صحيح. وبالفعل اجابتك ممتازة يا سعيد. الحين في رصيدك 25 ريال. سعيد. سعيد. لازم تصيغ لنا سؤال من هذه المعلومة، المعلومة تقول الليث من أسماء الأسد. الحين عاد صيغ لنا سؤال، عطينا سؤال من هذه المعلومة يا سعيد. يلا. ما اسم الأسد؟ ما اسم الأسد؟ مثلا يعني ممكن نقول أسئلة ثانية، صح وخطأ مثلا. ها ساعدتك أنا. شيخة انتظر. يلا يلا سعيد بسرعة. سعيد راح اعتبر ايوه. عدد اسماء الاسد. عدد اسماء الاسد، بالفعل سؤال موفق واجابه موفقه يا صديقنا سعيد. فزت معانا ب 50 ريال. ناخذ مكالمه اخرى بس الحين نبدا بالبنات. زين دائما الاجابات صحيحه عندكم، دائما تاخذوا المكالمات. خلينا نبدا بالبنات. من ناخذها؟ يلا انا باخذها. يلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. يا هلا، من معانا؟ مؤيد. مؤيد؟ عبد الله. اسمك مؤيد ولا عبد الله؟ عبد الله اسمه. مؤيد ولا عبد الله؟ مؤيد. مؤيد. من وين تكلمنا يا مؤيد؟ من ولاية عبري. من ولاية عبري، يا هلا بكل أهالي ولاية العبري. إنزين، إيش سويت أمس في القرنقشة؟ وكيف كان القرنقشة معك؟ ما معنا قرنقشة. ما معكم قرنقشة؟ ما جيت البرنامج تساعدنا وتحتفل معانا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. إنزين يلا يا مؤيد، الحين نشوف شيخة وإيش راح تختار لك من المسابقات اللي معانا. إنزين يا مؤيد، خبرني إيش أكثر مسابقة حبيتها في البرنامج؟ اللبان. اللبانة؟ يلا عاد إن شاء الله تطلع لك مسابقة في اللبانة. شيخة كذا مستانسة بالأجواء في البدية هي أكيد. ونشوف المسابقة. المها. واختارت لك مسابقة المها. تعرف المسابقة يا مؤيد؟ لا. هيا صديقنا. إنزين أمجاد راح تطرح عليك سؤال، طبعا هي في رصيدك بيكون 20 ريال. السؤال الأول بيكون مع أمجاد وقيمته 20 ريال، والسؤال الثاني ب20 ريال، يعني مجموعهم 60 ريال. بس إذا غلطت في السؤال الثاني راح يرجع رصيدك ال20 ريال. تمام؟ يلا يا سعيد. يلا نشوف يا مؤيد. سؤالك يقول يا مؤيد، عفوا مش سعيد، سؤالك يقول رتب الجملة الآتية. رتب الجملة الآتية يا مؤيد. الكلمة الأولى عند عبد الله. الكلمة الأولى يا مؤيد بالنفس. بالنفس. الكلمة الثانية؟ والكلمة اللي معاي الثقة. الثقة. والكلمة الثالثة؟ والكلمة اللي معاي يا صديقي مؤيد النجاح. النجاح. وآخر كلمة؟ وآخر كلمة يا مؤيد مفتاح. مفتاح. هذه هي الكلمات، جملة جدا سهلة وعبارة جدا سهلة. الحين عندك الوقت ولازم ترتب لنا هذه العبارة يا مؤيد. يلا عطوا الوقت. هذا هو الوقت. مفتاح ثقة بالنفس. كيف؟ مفتاح النجاح ثقة بالنفس. كأنك عكستها شوية مؤيد، بس هي صحيحة، انت قربت. هيا هيا هيا. أول كلمة ثقة يا مؤيد. يلا. النجاح مفتاح ثقة. يا مؤيد أول كلمة في الجملة الثقة. الثقة مفتاح النجاح. الثقة بالإيش؟ بالنفس. الثقة بالنفس مفتاح النجاح، وبالفعل إجابتك صحيحة يا مؤيد. الحين عاد في رصيدك 40 ريال، تكمل يا مؤيد؟ تكمل. يلا، سؤالك يقول رتب الجملة الآتية، والكلمة الأولى عند عبد الله. الكلمة اللي معي يا مؤيد تبتسم. تبتسم. الكلمة الثانية؟ ابتسم. ابتسم. الكلمة الثالثة؟ والكلمة اللي معايا يا صديقي مؤيد الدنيا. الدنيا. وآخر كلمة عند ميثاء. وآخر كلمة يا مؤيد لك، وركز زين لأن ذكرنا هذا المثل قبل. أيوة ذكرنا هذا المثل، يعني إذا أنت متابع حلقاتنا راح تعرفه. يلا هو مثل أيضا سهل. نشوف الوقت عندك يا مؤيد، والحين أعطينا عاد هذه الجملة. ما سمعتها. ما سمعتها؟ الأخيرة؟ أي واحدة اللي ما سمعتها؟ كيف عيد لي إياها؟ ابتسم لك. تبتسم لك الدنيا. ابتسم. تبتسم لك الدنيا. ابتسم. تبتسم لك الدنيا. عبد الله. نعم. إيش رأيك؟ ترتيب صحيح؟ رأيي أنا إجابته صحيحة وترتيبه صحيح. أيوة، وإحنا نبتسم دائما. مؤيد أنت تبتسم؟ ولا 40 ساعة يعني مكشر؟ هاي مؤيد تبتسم صح؟ يلا نشكر مؤيد، فاز معنا ب60 ريال عماني. ألف ألف مبروك يا مؤيد. وأيضا بطاقة من وين؟ من هابيلاند بقيمة 60 ريال عماني. ألف ألف مبروك يا مؤيد. لما تجي كذا صوب مسقط تروح جراند مول وتلعب كذا أنت وأخوانك، طبعا موجود في الخوير، مكان جدا جدا حلو، يعني حلو احنا نلعب دائما في العيد وكذا. حتى لا احب العب، حتى الالعاب كانت صغيره بس حلو. صح 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 يا عزام. صح. رحت تلعب انت امس ولا ما رحت؟ ما رحت. ما رحت. قالت نروح في العيد. اها تروح في العيد. يلا حلو، فرصه جميله في العيد. ناخذ مكالمه يا عزام.
أخذه. يلا. السلام عليكم، من معنا؟ عليكم السلام. السلام عليكم، من معنا؟ عليكم السلام. كيف من معنا؟ شوق. من؟ شوق. 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 شوق؟ أيوه. شوق كيف حالك؟ خير الحمد لله. من وين تكلمينا يا شوق؟ من مصنع. من مصنع؟ كيف الأمس أيوه. القرنقاشة؟ حلو. ايش تسوي انت في المصنع؟ لحظه شوي عن اذنك عزان، ايش تسوي شوي انت في المصنع؟ في اشياء يعني زياده ولا هي نفس العادات اللي قبل، دور على البيوت وكذا يعني؟ كيف القرنقشه عندكم؟ نفس العادات اللي قبل. حلو حلو، احنا نحتفظ بهذه العادات الجميله. مستعده للمسابقه؟ قبل المسابقه شيخه تريد نصيبها من القرنقشه، تعطيها؟ اعطيها. تعطيها، يلا يا شيخه. يعطوكي على اخر الحلقه، انت عندك نص الحلاوه والهدايا كلها عندك، يلا راح نتقاسمها ان شاء الله بعد الحلقه. نشوف المسابقه عاد الحين. يلا نشوف نشوف المسابقه وش راح تختار لك شيخه. يلا. اللبانه اختارت لك مسابقه اللبانه، تعرف المسابقه؟ هاي شوق؟ ما اعرفها. زين، راح نطرح عليك سؤال وطبعا اذا جاوبت عليه من غير اي مساعده تفوزي معانا ب 50 ريال، واذا طلبتي اي مساعده على كل حرف راح نعطيك اياه ينقص من رصيدك 10 ريالات، تمام؟ تمام. يلا يا شوق، سؤالك يقول ما مصغر كلمه كتاب؟ ما مصغر كلمه كتاب؟ وعندك 60 ثانيه. يلا يا شوق فكري واعطينا الاجابه. كتاب. ايش مصغره؟ كتب. ها؟ كتب؟ المصغر مش الجمع. كتيب. كتيب؟ ايوه. صحيح؟ صحيح. اكيد؟ اكيد. يلا اكيد بالفعل اجابتك صحيحه. يا شوق فزتي معانا ب 50 ريال عماني، الف الف مبروك يا شوق. ناخذ مكالمه اخرى. عبد الله. نعم. تنتظر انت صح؟ صح. نشوفك من ساعة، يلا ناخذ المكالمة. السلام عليكم. من معانا؟ من معانا؟ سهيل. سهيل، كيف حالك يا سهيل؟ أنا شيخة. خير الحمد لله. كيف أمس القرنقشو؟ زين الحمد لله. وش سويت؟ وزعنا الحلويات. وزعت الحلويات؟ ماشي حلينا؟ أيوه. سهيل ماشي حلينا؟ ها؟ بقى حلينا؟ ايوه ايوه خلاص حالينا. وشيخه بعد، شيخه نعطيها شويه. لا 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 شيخه عاد انتي من اول مكالمه وانتي تجمعي، عاد يعني ناخذ شويه نصيبي ولا استحق؟ صح لازم عاد اخذ. يلا من وين تكلمنا يا سهيل؟ من مسقط. من مسقط، يا هلا ومرحبا بكل اهالي مسقط. سهيل مستعد للمسابقه؟ ايوه. زين يلا نشوف شيخه وايش تختار لك. يلا نشوف. ايش اسمها؟ لحظة لحظة شوية. ايش قلت انا؟ لحظة شوية. حالي حالي حالي، يعني حالي لي. فور مي. لا لا لا. شيخة ما فاهم عدد الكلمة معروفة، شيخة انا ما اتكلم صيني انا يعني معروفة. شيخة يمكن ما تفهم، شيخة يمكن. يعني انا اقول حال سهيل ان اريد هدايا واريد حلويات الي انا. فهمتي؟ حالي اني 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 اريد. فهمتي الحين؟ فهمت شيخه، يلا الحمد لله انها فهمت. نشوف المسابقه يا سهيل، يلا يلا نشوف المسابقه. سهيل وش اكثر مسابقه حبيتها؟ ايش اختارت هي؟ الخنجر. اختارت لك مسابقة الخنجر، ومسابقة الخنجر جدا حلوة، راح نطرح عليك سؤال لا يسهل ونعطيك معاه خيارات، جاهز؟ جاهز. يلا سهيل قول سؤالك. متى يحتفل بيوم الطفل الخليجي؟ متى يحتفل بيوم الطفل الخليجي؟ الخيار الأول عندك يا عبد الله. الخيار اللي معي يا سهيل 15 مارس. 15 مارس الخيار الثاني. ركز معي يا سهيل 15 فبراير. 15 فبراير الخيار الثالث عند مروة. أما الخيار اللي معي يا صديق سهيل 15 نوفمبر. 15 نوفمبر. استبعدتها يا شيخة. آخر خيار. وآخر خيار يا سهيل وركز زين
15 يناير. 15 يناير، يلا ايش الخيار الصحيح يا سهيل؟ هيا 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 يلا يا سهيل، شو هو الخيار الصحيح؟ طبعا 15 نوفمبر استبعدته شيخة، عندك 15 مارس، 15 فبراير، او 15 يناير. يلا يا سهيل فكر. 15 يناير. 15 يناير؟ ايوه اكيد. ما 15 فبراير؟ ما 15 فبراير مثل ما يقول عزان. ها؟ كن واثق من اجابتك يا سهيل وثبت. ايوه بالفعل الاجابه 15 يناير مثل ما قالت لك ميثاء، لازم تكون واثقه من اجابتك. فزت معانا ب 50 ريال عماني مقدمه من اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان. اشكر اتصالك سهيل، نشكر اتصال سهيل، وبعد هذه المكالمه نطلع فاصل قصير ولا نعوده. استغلال ممتلكات الوطن والتعدي عليها دون وجه حق يوقعك في المخالفة. عمل الإشغالات على الأراضي البيضاء يعرقل مسيرة التنمية. رغبتك في التوسع لا تعني استغلالك لممتلكات الدولة. لنتعاون عزيزي المواطن للحد من هذه الظاهرة. نص المرسوم السلطاني رقم 56 على 2014، المادة 28. كل من يسعى إلى حيازة أرض مستعينا بوسيلة غير مشروعة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ريال عماني ولا تزيد على 10,000 ريال عماني، كما يسقط حقه فيما يسعى إليه. مع تحيات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، جودة وتميز نحو خدمات بلدية ومائية وشراكة مجتمعية رائدة. الوطنية للعبارات، عالم من المفاجآت. للمزيد من المعلومات والحجز الاتصال على الرقم المجاني 800-72-000. عدنا لكم من بعد هالفاصل ونكمل مكالماتنا، وعدنا مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا، من معنا؟ من يكلمنا؟ معتصم. معتصم، كيف حالك؟ خير الحمد لله. من وين تكلمنا؟ ولاية صور. من صور؟ يا هلا يا هلا بكل أهالي العفية، كيف الأجواء صور؟ فرحت شيخة الحين، كل حد اتصل من الشرقية شيخة لازم تفرح، يعني ليش؟ كيف الأجواء في صور؟ حلوة؟ أيوة. زين، جاهز المسابقة؟ أيوة. يلا يلا نشوف شيخة إيش راح تختار لك يا معتصم. يلا يا شيخة، عاد هذا من صور، هذا الله فيه. نشوف إيش راح تختار لك. اختارت لك مسابقة المها. تعرف المسابقة؟ لا. في رصيدك الحين 20 ريال، راح نطرح عليك سؤالين، تمام؟ مجموع الجائزة 60 ريال. نبدأ؟ نبدأ. يلا،
سؤالك يقول رتب من الأصغر إلى الأكبر، رتب من الأصغر إلى الأكبر الكلمة الأولى عند عبد الله. الكلمة الأولى يا صديقي سورة. سورة. الكلمة الثانية؟ الكلمة اللي معي جزء. جزء. الكلمة الثالثة؟ والكلمة اللي معي يا صديقي آية. آية. وآخر كلمة عندك يا ميثاء؟ وآخر كلمة معي كلمة. كلمة. آخر كلمة عندها كلمة. يلا إيش رتبنا الحين من الأصغر إلى الأكبر، شو الترتيب الصحيح يا معتصم؟ وعندك 60 ثانية. يلا هذا الوقت وعندك 60 ثانية، نبقى من الأصغر إلى الأكبر. يلا يا معتصم. سورة. من الأصغر يا معتصم. أول شيء أول شيء اللي قالته ميثاء. ركز يا معتصم. الكلمة كلمة. اللي معي كلمة. كلمة. بعدين كلمة. أيوة. بعدين كلمة. بعد الكلمة إيش تجي معتصم؟ سهلة. آية. آية. بعدين جزء. قبل الجزء سورة. سورة. أيوة. جزء. ترتيب صحيح. يلا إجابتك صحيحة للمعتصم، في رصيدك 40 ريال. تكمل؟ أيوة. إذا كملت وجاوبت صح تأخذ 60 ريال، وإذا جاوبت خطأ يرجع رصيدك لل20 ريال. تمام؟ يلا. إيش في عادي؟ يلا شيخة ما تحب هذا النظام. ما تحب هذا النظام؟ ايوه. لا شيخة ما تحب حد يطلع من عندنا وهو خسران. ايوه هذه هي شيخة ما تحب اي حد يطلع من عندنا وهو خسران، حتى لو جاوبت خطأ راح نعطيك بطاقة. تمام؟ تمام. يلا سؤالك يقول رتب السور القرآنية حسب تسلسلها في المصحف. عاد هذا السؤال ركز فيه. رتب السور القرآنية حسب تسلسلها في المصحف الشريف. الكلمة الأولى عندك يا عبد الله. السورة الأولى يا المعتصم آل عمران. سورة آل عمران. السورة الثانية والكلمة الثانية. والكلمة الثانية الفاتحة. سورة الفاتحة. الكلمة الثالثة. والسورة اللي معايا يا صديقي البقرة. البقرة. وآخر سورة. وآخر سورة معاي النساء. النساء معروفة. يلا أول ما نفتح المصحف إيش أول سورة نحصلها؟ يلا الفاتحة. الفاتحة. والوقت هذا الوقت الفاتحة. بعدين لا 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 الفاتحة. أيوة آل عمران. البقرة. أيوة الفاتحة. بعدين البقرة. آل عمران. آل عمران. النساء. النساء. إيش رأيك يا عزان؟ إجابته صحيحة؟ إجابته صحيحة وموفقة. إجابته صحيحة وموفقة بالفعل يا معتصم. إجابة صحيحة وموفقة فعلاً. فزت معانا ب60 ريال عماني وبطاقتين هابيلاند بقيمة 60 ريال. لما تيجي أنتوا والأهل منصور تعالوا صوب هابيلاند في جراند مول ولعب أنت وإخوانك. تمام؟ تمام. يلا نشكر اتصالك يا صديقنا معتصم. ناخذ مكالمة أخرى. شيخة ما نعطيها شيء البر. لا 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 الحين ما أنا قلت حلي وتقولي تقولي لي حلينا. أنا ما قلت كذاك يا شيخة. ما تفهم حتى. لا لا وأنت من بداية الحلقة وأنت تجمعي قرنقشو يعني خلاص. لا لا يلا يلا شيخة بعدنا نتفاهم بعد الحلقة يا شيخة. عندنا مكالمة الحين. لا 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 ايش بك شيخه ما قلت شيء انا زين. شيخه اليوم زعلانه. زعلانه ما زعلانه. لما انتقلت زعلانه صارت فرحانه. ايوه شيخه تعال بعدنا يعني امس خضت هديه واول ما بدينا احنا من الحلقه ونقول حل الاصدقاء اللي اتصلوا فينا نرد هديه حل شيخه وما يقولوا حاضرين. يعني بعد ايش تريدي يا شيخه؟ اعطيناش كل شيء عاد انا اريد شويه يعني حلاوه وهذا. ولا شيخه ما ترد تعطيني؟ يمكن شيخه ما ترد تعطيني ما اعرف انا. يلا ناخذ مكالمة الحين. يلا معانا من معانا حسام. معانا حسام. كيف حالك يا حسام؟ بخير الحمد لله. من وين تكلمنا يا حسام؟ من الرستاق. من الرستاق. يا هلا ويا مرحبا بكل اهالي الرستاق. حسام تتابعونا انتم هناك في الرستاق؟ الاهل يشوفوا البرنامج؟ نعم. نعم. يلا وعجبتك مسابقات البرنامج؟
شيخة فرحانة يتابعوها شيخة. حسام يلا نشوف، نشوف شيخة ايش راح تختار لك يا حسام. يلا يا شيخة، عندك شعبية في كل مكان، ايش عليك؟ ايوه يا شيخة، ايش راح تختار الحسام؟ وخفض عصا التلفزيون يا حسام، اختارت لك مسابقة اللبانة. جاهز للمسابقة؟ خفض عصا التلفزيون، اسمع صوت صوتي انا. حتى تبتعد من التلفزيون احسن. ايوه احسن، ابتعد عن التلفزيون، بس يمكن هذا يشوف السؤال هو. خفض عصا التلفزيون. لا خفض عصا التلفزيون شوية. تمام جاهز حسام؟ هيا هيا هيا. يلا سؤالك يقول يا حسام، ماء مبارك يوجد في الحرم المكي ما هو؟ ماء مبارك يوجد في الحرم المكي ما هو؟ عندك 60 ثانية فكر. وسؤال جدا جدا سهل يا حسام. يلا يا حسام. ماء زمزم. ماء زمزم؟ نعم. أكيد؟ أكيد. شربت أنت ماء زمزم؟ نعم. نعم، يعني رحت العمرة ولا جابوا لك إياه؟ جابوا لك إياه، إن شاء الله الله يطعمنا ونروح العمرة ونشوف بيت الله الحرام مرة. آمين. إيش رأيك إجابته صحيحة؟ إجابة موفقة. أكيد أكيد بالفعل إجابتك موفقة يا صديقنا معتصم. يا حسام ألف ألف مبروك، فزت معانا طبعا ب50 ريال عماني يا حسام، وتحياتنا لكل أهالي الرستاق. يلا الحين ناخذ مكالمة أخرى معاك يا مروة. مع ميثة. مع ميثة ليش؟ أنا ما أخذت اليوم مكالمة. ما أخذت اليوم؟ يلا ناخذ مكالمة. ناخذ مكالمة ونقول السلام عليكم. من معانا؟ السلام عليكم. يا هلا ومرحبا، من معانا؟ اتمنى انهم يخفضوا على صوت التلفزيون. ابراهيم لو سمحت خفض على صوت التلفزيون واسمعنا من سماعة الهاتف عشان تسمعنا بوضوح. احمد اللي حد راي. نعم يا ابراهيم. اسمي ابراهيم. اسمك ابراهيم، يا هلا ومرحبا، عاشت الاسامي تشرفنا. يلا نشوف المسابقة عند ابراهيم. ابراهيم احتفلت امس بالقرنقشة؟ ايوه. حضرت فعاليه من الفعاليات ولا بس في الحاره؟ في الحاره. في الحاره، حلو يا ابراهيم، اهم شيء جمعت حلويات عشان نتقاسم. انا معاكم ابراهيم اذا بتقاسم. خلاص امجاد مكتفيه حلويات. انا ما مكتفيه من هين مكتفيه. وشيخه ما نعطيها، والحين خلينا نشوف المسابقه، ان شاء الله تختار لك مسابقه حلوه يا ابراهيم. يلا نشوف شيخه ايش راح تختار لك. واختارت لك مسابقة الخنجر، تعرفها يا إبراهيم؟ لا. إبراهيم مسابقة الخنجر هي عبارة عن سؤال راح تطرحه عليك أمجاد، والخيارات راح تكون معي ومع زملائي اللي موجودين بالاستوديو، ما عليك إلا أنك أنت تختار الخيار الصحيح وراح تفوز ب50 ريال عماني. يلا سؤالك يقول يا إبراهيم، متى صدر قانون الطفل العماني؟ متى صدر قانون الطفل العماني؟ الخيار الأول عندك يا عبد الله. الخيار الأول يا إبراهيم 19 مايو 2015 ميلادي. شو الخيار الثاني يا عزان؟ ركز معي، 19 مايو 2010 ميلادي. 19 مايو 2010 ميلادي، ما طلعت شيخة، غريبة. يلا الخيار الثالث. وركز معاي يا صديقي إبراهيم، والخيار اللي معاي 19 مايو 2014 ميلادي. 19 مايو 2014 ميلادي. مساعدة حلوة من شيخة. أيوة. وآخر خيار معاي يا إبراهيم 19 مايو. قبل ما أكمل خلاص ما راح أكمل بما أنه استبعدتها شيخة. يلا خلاص ما في داعي أساسا تكملي. يلا إيش الإجابة الصحيحة يا إبراهيم؟ عاد واضحة شيخ، عرفتك إياها. ثلاثة. ثالثة؟ ثالث. اللي هي يا إبراهيم؟ اللي عند مروة يعني؟ زين إيش هي الإجابة اللي بدك تعيدها؟ عيديها له، عيديها له يا مروة. 19 مايو 2014 ميلادي؟ هذه هي قصدك هذه؟ بالضبط.
يا ابراهيم هذه الاجابه اللي قصدك اياها؟ طبعا ما تستبعد اجابتها بالمره وحتى ما استبعدتها شيخه خلاص شو اسوي؟ ايوه هي بالفعل اجابتك صحيحه يا صديقنا ابراهيم. تسمع انا ب 50 ريال عماني مقدمه من اللجنه الوطنيه لشؤون الاسره. اشكر اتصالك يا ابراهيم والف الف مبروك. مكالمه اخرى. مروه دورك عاد الحين ما يستوي. الو السلام عليكم. الو مرحبا. السلام عليكم. شيخة تحييكم من معانا. خفضوا على صوت التلفزيون، سمعونا من التليفون. من معانا؟ سعيد. سعيد؟ يا هلا بسعيد، كيفك يا سعيد؟ كيف؟ شو أخبارك؟ لا لا لا. كيف القرنقشو معاك؟ سعيد نايم شكله. سعيد تحمس شوية عشان شيخة تعطيك كذا سؤال حلو وتفوز معانا شيء أكيد. يلا يا سعيد نبدأ بالمسابقة؟ ايوه. انزين خبرني، حصلت حلويات كذا كثيرة أمس بالقرنقشة؟ لا لا ما حصلت شيء. ما حصلت شيء؟ احنا راح نعطيك شيء. احنا بنعطيك إن شاء الله. يلا نشوف الحين شيخة وش راح تختار لك من المسابقات. ويلا يا شيخة. ونشوف الحين مع شيخة إيش المسابقة اللي بتختارها. الحصن. اختارت لك مسابقة الحصن. يا سعيد تعرف المسابقة ولا لا؟ لا ما تعرفها. انزين المسابقة انه هو احنا الزملاء الاربعة معنا معلومة، المعلومة صحيحة هي اللي بتختارها وبعدين بتحصل على 25 ريال. من بعد ما تحصل ال 25 ريال لازم تصيغ لنا سؤال من هذه المعلومة الصحيحة. تمام يا سعيد؟ تمام يا سعيد؟ تمام. واضحة المسابقة؟ يلا المعلومة الأولى عند عبد الله. ركز يا سعيد وبالذات ركز معي أنا أكثر. المعلومة اللي معي أصغر الكواكب عطارد. أصغر الكواكب عطارد. المعلومة الثانية عندك يا عزان. ما تركز مع عبد الله، ركز معي أنا. أصغر الكواكب المريخ. أصغر الكواكب المريخ. استبعدوا هذه الإجابة. استبعدوها الإجابة. يلا المعلومة الثالثة. والمعلومة اللي معي يا صديق سعيد أصغر الكواكب زحل. أصغر الكواكب زحل. آخر معلومة عند ميثاء. وآخر معلومة معي يا سعيد أصغر الكواكب الزهرة. أصغر الكواكب الزهرة. انتظر شيخة أنا. يلا إيش المعلومة الصحيحة يا سعيد وعندك الوقت. يلا يا سعيد. زهره. ايش اصغر كوكب؟ عطارد. عطارد. انت في اي صف سعيد؟ اي صف؟ صف القابل. لا القابل صف الخامس. سادس. السادس. زين شو رايك احنا نسال شيخه؟ اعتقدكم درستوها هذه، ما اعرف درستوها عبد الله؟ لا. لا زين يلا نشوف شيخه. شيخه اجابته صحيحه ولا خطا الاجابه؟ إجابتك صحيحة. بالفعل إجابتك صحيحة يا سعيد. الحين في رصيدك 25 ريال. لازم تصيغ لنا السؤال من هذه المعلومة يا سعيد عشان تفوز بال 50 ريال. يلا. ما أصغر الكواكب؟ ما هو أصغر كوكب أو ما هو أصغر الكواكب؟ بالفعل إجابتك صحيحة يا صديقنا السعيد. من وين تكلمنا يا سعيد؟ هاي سعيد من وين تكلمنا؟ من القابل. من القابل. يلا شطار القابل ما شاء الله عليك، عندك معلومات جميلة. فاسمعنا ب 50 ريال عماني ألف ألف مبروك يا صديقنا سعيد. مكالمة أخرى. دور الأولاد الحين. دورك أنت؟ أنت ولا أنا؟ لحظة أسوي أنا واحد اثنين؟ أيوه. عشان أختار. زين يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10 عزان. يلا يلا دور عزان مرة ثانية. الاتصال الثاني معاك انت. زين لا تزعل. السلام عليكم، من معنا؟ انا من معنا اصيلة. اصيلة كيف حالك؟ انا صوتك منخفض وايد يا اصيلة، علي صوتك. كيف حالك يا اصيلة؟ أصيلة
وين أصيلة؟ شكلها راحت أصيلة؟ ولا بعدها موجودة؟ أصيلة نايمة. راحت أصيلة، من معانا؟ السلام عليكم، من معانا؟ عفان. عفان كيف حالك؟ بخير الحمد لله. بخير الحمد لله. يلا يا عزان. عفان. عفان كم نعم. عمرك؟ 13. مستعد تشارك معانا؟ نعم. مستعد تشارك معانا؟ ايوه. يلا يا عفان نشوف يلا شيخة. نشوف شيخة وش راح تختار لي. يلا يا شيخة ايش راح تختاري لعفان؟ عفان من وين تكلمنا انت؟ هاي عفان؟ من السويق. من السويق. يا هلا بكل اهالي السويق، اختارت لك مسابقة اللبالة. جاهز المسابقة؟ ايوه. تعرف هالمسابقة انت؟ ايوه. ايوه يلا نعطيك السؤال. سؤالك يقول يا صديقنا عفان، شجرة يأكل منها أهل النار ما هي؟ شجرة يأكل منها أهل النار ما هي؟ وكفانا الله وإياكم النار، الله يرزقنا إن شاء الله بالجنة، وهذا الشهر تضاعف فيه الحسنات، والله يكتب لنا إن شاء الله العتق من النار. يلا إيش هي الشجرة؟ هذه الشجرة مذكورة في سورة الواقعة. حلو، معلومة جميلة يا عزان. عيد معلومتك. هذه الزقوم. ايوه هذه الايه يعني هذه الشجره مذكوره في سوره الواقعه. حلو، معلومه جميله. ايش الاجابه مره ثانيه؟ عيد لنا اياها يا عفان. الزقوم. الزقوم بالفعل اجابه صحيحه يا صديقنا عفان، فزت معانا طبعا ب 50 ريال عمالي. ما هي ايش المعلومه؟ عيدها. معلومة ان الشجرة مذكورة في سورة الواقعة. ايش شجرة ايش؟ الزقوم. الزقوم؟ انا ما اعتقد انها مذكورة في سورة الواقعة. مذكورة. متأكد؟ متأكد. لا لا ما مذكورة، ولا؟ اتذكر انها مذكورة. ايوه يلا، حلو يا عزان. ناخذ مكالمة أخرى. عندنا مكالمة أخرى. عبد الله دورك. ايوه السلام عليكم. عاد. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. معانا حمود. حمود كيف حالك؟ نعم. يا حمود بخير الحمد لله. من وين تكلمنا؟ من محافظة ظفار. من محافظة ظفار، يا هلا ومرحبا بكل اهالي ظفار. اول مكالمة تجينا من الجنوب، حلو، يعني انتم ما وايد تشاركوا معانا بس مميزين. نعم. لما تشاركوا. يلا حمود مستعد للمسابقة؟ نعم مستعد. يلا نشوف شيخة وايش تختار لك من مسابقة. لحظة قبل لا نشوف شيخة، بدل خريف عندكم؟ يعني الاجواء حلوه. ايوه ابرد، يعني ابرد من عندنا صح. ايوه يلا احنا جايينكم ان شاء الله بعد البرنامج ان شاء الله بنزورهم. يلا يلا نشوف شيخه ايش راح تختار لحمود. يلا يا شيخه اختارت لك مسابقه الحصن يا حمود، راح نعطيك عده معلومات لازم تكتشف المعلومه الصحيحه وراح تحصل 25. ايوه واذا قدرت انك تصيغ سؤال من هذه المعلومه راح تفوز معانا بال 50 ريال. تمام ان شاء الله. يلا المعلومه الاولى عند عبد الله. المعلومه اللي معي يا حمود، عيد الفطر 10 شوال. عيد الفطر 10 شوال المعلومه. والمعلومه الثانيه عيد الفطر 10 ذو الحجة. عيد الفطر 10 ذو الحجة المعلومة الثالثة. والمعلومة الثالثة اللي معي يا صديقي، عيد الفطر 5 شوال. عيد الفطر 5 شوال. آخر معلومة عندك يا ميثاء. وآخر معلومة وركز زين، عيد الفطر 1 شوال. عيد الفطر 1 شوال هذه معروفة، وإحنا بادين عاد الذهب حل العيد وغراض العيد. يلا متى عيد الفطر؟ واحد شوال. واحد شوال؟ هاي حمود؟ ايوه واحد شوال. جهزت انت حل عيد فصد شاديش والاشياء؟ خلاص يعني؟ نعم نعم. اي عيد؟ اي عيد شهر 10؟ عيد 10 ها؟ عيد الاضحى اللي بعده صح؟ نعم. ايوه اجابتك صحيحه يا صديقنا حمود. الحين عاد في رصيدك 25 ريال. صيغ لنا سؤال من هذه المعلومه. المعلومه تقول عيد الفطر في 1 شوال.
يلا يا حمود. عيد الفطر. ايوه صيغ لنا سؤال. شوال. صيغ لنا سؤال يا حمود. هيا هيا هيا. يلا. نعم. اعطينا سؤال يا سعود. متى عيد الفطر؟ متى يصادف عيد الفطر؟ صح يا شيخة؟ وين شيخة؟ صحيحة. بالفعل إجابتك صحيحة وفزت معانا بخمسين ريال عماني. تحياتنا لكل أهل ظفار. عبد الله. نعم. بما أنك أنت يعني عاد خضيت المكالمة الحين نقول فاصل. يلا. فاصل ونواصل. أسئلة أجبناها غنات ملأناها بإتقان كسبناها سعدنا إذ لعبناها لعبناها لنسمو في معانيها وأطروحات ما فيها على شاشاتها هنا تعلمنا تقدمنا قديما صوبوا أهداف لتدنو نحوها أصداف فما زلنا هنا نهفو إلى الأصداف والأهداف. الحيازات غير القانونية هي كل فعل أو إشغالات تقع على الأراضي الحكومية دون وجه حق أو سند تملك للموقع. حيازة الأراضي البيضاء وتسويرها بالمواد الثابتة وإنشاء غرف أو ما يسمى بالعرشان والقيام بغرس الأشجار بداخلها والقيام بإدخال مساحات إضافية على مزارع أو منازل قائمة إضافة عزب أو حظائر للحيوانات بقصد حيازة الأرض وامتلاكها. فلنتعاون عزيزي المواطن للحد من هذه الظاهرة. مع تحيات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. جودة وتميز نحو خدمات بلدية ومائية وشراكة مجتمعية رائدة. الوطنية للعبارات عالم من المفاجآت. للمزيد من المعلومات والحجز الاتصال على الرقم المجاني 800-72-000. أطفال مرة أخرى والحين راح نكمل اتصالاتنا ومكالماتنا وجوائزنا ومعانا مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. من معانا؟ نيمان. من؟ نيمان. ريمان؟ نيمة نيمة. نيمة؟ ليمة. نيمة. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. من وين تكلمينا؟ من الخوض. من الخوض يعني قريبة منا. يلا جاهزة للمسابقة؟ نعم. يلا نشوف المسابقة مع بعض. يلا ونشوف شيخة ايش راح تختار لك. ايش تتوقع يطلع لك؟ يلا يا شيخة ايش المسابقة؟ مسابقة الخنجر. والسؤال اللي عندي سؤال جدا حلو شيخة راح يعجب السؤال 200 200. يلا اعطيك السؤال. جاهزة؟ نعم. يلا سؤالك يقول اين يقع جسر العيقة؟ اين يقع جسر العيقة؟ الخيار الاول عندك يا عبد الله. الخيار الاول اللي معي في ولاية بركة. في ولاية بركة. الخيار الثاني؟ والخيار اللي معي أنا في ولاية صور. صور. الخيار الثالث؟ أما الخيار اللي معي يا صديقتي ليما في ولاية صحار. فصحار. آخر خيار؟ وآخر خيار معي في ولاية السيب. في ولاية السيب. أين يقع جسر العيقة؟ هيا ليما. هيا هيا هيا. من وين تكلمي؟ هي من الخوض. يلا ايش الإجابة الصحيحة؟ جسر العيقة معروف. فصور. فصور؟ ايه.
زرت الصور انت؟ ها؟ في صور زرت صور انت؟ رحت صور؟ نعم. زين وشيخة بعد بتشلك صور اليوم، تيجي تروح صور؟ ايوه تفطر عندهم؟ نعم. يلا شيخة تذهبي، قولي حل شيخة شليلي معك صور. نعم. قولي روح صور، قولي حل شيخة روح صور. يلا قولي حل شيخة روح صور عشان تشلك. هاي شيخة نروح الصور. ها شيخة وأنا معاكم إذا شيء وسع يعني. زين ليش قول الصور؟ ها يلا فس معانا طبعا بخمسين ريال عماني. ألف مبروك يا صديقتنا، بالإضافة لبطاقة، بالإضافة إلى بطاقة من مرحلان بقيمة 50 ريال عماني في العيد ولا قبل العيد. حابة تلعبي روحي مرحلان أنت وإخوانك ولعبي واستانسي، تمام؟ يلا نشكر اتصالك، آخر مكالمة لحلقتنا لليوم من معانا زينب. أيوة. كيف حالك يا زينب؟ الحمد لله. شخبارك؟ الحمد لله. ليش نايمة زينب؟ يلا صحصح معانا ونشوف شيخة. يلا يا شيخة ايش راح تختاري لزينب؟ يلا شيخة وينك؟ تذهب شيخة تحط موتر حصور. اختارت لك مسابقة المها وفي رصيدك الحين 20 ريال. جاهزة للسؤال؟ نعم. يلا سؤالك يقول رتب الجملة الآتية والكلمة الأولى عند عبد الله. ركزي زينب. الكلمة اللي معي يا زينب مفتاح. مفتاح. الكلمة الثانية؟ النجاح. النجاح. الكلمة الثالثة؟ والكلمة اللي معايا يا صديقتي زينب الإرادة. والإرادة. الكلمة الثالثة عند ميثاء. الرابعة عند ميثاء. آخر كلمة معاي العزيمة. العزيمة. يلا إيش هي الجملة؟ عطوها الوقت عشان تشوف الكلمات مرة ثانية. يلا هذا الوقت وهذه الكلمة، مفتاح النجاح والإرادة العزيمة، رتبين الجملة. مفتاح النجاح العزيمة والإرادة. كأنك عكستيها شوية. أول شيء العزيمة. مفتاح. أول كلمة العزيمة. العزيمة. أيوة. مفتاح. لا العزيمة والإرادة. أيوة. مفتاح النجاح. صح صح بالفعل إجابتك صحيحة يا زينب. الحين في رصيدك 40 ريال، تكملي يا زينب؟ نعم. يلا سؤالك يقول رتبي المقولة الآتية الكلمة الأولى عند عبد الله. يلا يا عبد الله. الكلمة الأولى يا زينب يمشي. يمشي. ثاني كلمة؟ والكلمة الثانية يا صديقتي واثق. واثق. ثالث كلمة؟ ثالث كلمة معاي يا صديقتي زينب ملكا. ملكا. آخر كلمة؟ آخر كلمة معاي الخطوة. الخطوة. يلا عطوها الوقت عشان نشوف الكلمات مرة ثانية ورتبي لنا هذه المقولة المعروفة دائما. واثق. واثق الخطوة يمشي ملكا. صح بالفعل إجابتك صحيحة يا صديقتنا زينب وفزتي معانا ب60 ريال عماني. نشكر اتصالك يا زينب. الحين خلصنا مكالماتنا وصلنا للسحب صح؟ أيوة وصلنا للسحب اليومي اللي دائما نجريه على 300 ريال عماني مقسمة على 3 فائزين لكل فائز 100 ريال عماني. نقول بسم الله ونشوف من راح يفوز معانا. يلا سحب اليوم، من راح يفوز معانا ب 100 ريال عماني مجموع جائزه 300. الف مبروك لصاحب الرقم 9957003. 9957003 100 ريال عماني. الف مبروك الفائز الثاني معانا لحلقتنا لليوم. ألف مبروك لصاحب رقم 9961813. 9961813 100 ريال عماني. وآخر طبعا فائز معانا صاحب الرقم 9282424. 9282424. شكرا لكم أصدقائي الأطفال ونبارك لجميع الفائزين اللي فازوا معانا خلال مسابقات البرنامج وخلال السحب. شكرا لكم أصدقائي شاركتونا في خلال الحلقة. أيضا أشكركم أنتم أعزائي المشاهدين أصدقائي الأطفال. نلقاكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد من الساعة 1 وحتى الساعة 2 ظهرا في أمان الله. Ta 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 ta
قديما صور.